دفاع متواضع، سبعة مبندا بيلعب طويلة عند تسعة زاكا زاكا، قطع هاني سعيد انضم رسميا اصبح لاعب وسط ملعب، جرب شوط شاط حلوة، والهدف الاول عماد متعب، بقول له جرب شوط، حارس متواضع شاط ارضية زاحفة، اول تسديد اول تهديد اول هدف لمنتخبنا الوطني بقدم عماد متعب، والدقيقة 17 والهدف الاول لمنتخب مصر. حلوة قوي اتعملت، اتحضرت بشكل جيد قوي، عماد متعب وسع لنفسه اول مرة ياخد مساحة يفتح ويسدد ويشوط وتبقى هدف لمنتخب مصر بيسجله عماد متعب في الدقيقة 17. الحمد لله على السلامة. متعب مزعج مؤلم، متعب للحراس، مزعج للمدافعين، مؤلم للمساكين. عماد متعب يتألق يتفوق يسجل، والهدف الأول لمنتخب مصر بعد 17 دقيقة والجيات كتير لسه.